يعني فقرتنا الأخيرة بتفرح القلب وكان فيها سوربرايز، هلا بدنا نحكي عنه، ومفاجأة كتير حلوة مع ضيوف مميزين جدا. ختامة مسك مع الخشب وألواح الخشب الجرداء، يفرغون مواهبهم بالرسم والنحت لتحويلها إلى لوحات حية ممكن تلامس الروح وتحاكي الروح، لوحات جمالية نادرة تبعث في النفس البهجة والسرور. فن الرسم على الخشب من الفنون المتوارثة شعبيا على مر الأزمان، جيل ورا جيل أكيد، وبعد جيل لحقه. اليوم معنا بالاستوديو السيد أحمد الحكيم، فنان وفنان جدا مبدع بالرسم على الخشب، لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. ومعنا أيضا حدا جميل جدا، طفل جميل ابنه مؤيد الحكيم، أيضا عنده موهبة ولكن بمنحى آخر، موهبة فنية في التمثيل. صباح الخير. صباح النور، صباح يسعد الخير. صباحكم، صباح الخير يسعد أستاذ، أهلا صباحكم، وسهلا الله فيك. يسلمك صباح يا رب. الخير. صباح الخير. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، الحمد لله على الله السلامة، يسلمك يا رب. وجيتونا من اللاذقية على الشام لحتى تكونوا معنا بصباحنا خير. أهلا وسهلا فيكم وتحية لكل أهلنا باللاذقية. أهلا يسعد وسهلا، صباحكم. يسعد صباحك. رح نبلش هيك دغري مع حضرتك، واليوم عم نحكي عن موهبة صعبة، شغل بده إتقان، بده وقت، بده مجهود. خلينا نبلش، إيمت حضرتك بلشت بهذا الشغل؟ هي بلشت بفترة الكورونا، كتير ملينا بالفترة هاي، فأنا بالأساس كنت بحب جمع الخشب عندي بالبيت، فجيب قطعة الخشب وبردغها وبحط لها مثلا سلع أصفن فيها وطلع فيها هيك إنه هي حلوة، بس هسه حسيت إنه ما أنا فن، حبيت أضيف شيء مميز، فحبيت هيك جرب موضوع الحرق على الخشب. فالبدايات كانت كتير يعني صعبة وفاشلة، بس مع الأيام خلال فترة الكورونا الحمد لله إنه بلشت يعني تصير شغلاتك إلى جمالية وإلى روح. نعم، يعني الصورة اللي مع سلمى، صورة سلمى اليوم اللي قد ايه حلوة المفاجأة أول شيء كتير ثاني. حلوة، يا ريت هيك ناخذها هيك شوي زوم، بدنا نستعين بزميلنا نزوم عليها. وصورتك سالي كمان، صورتي أنا وياكي. إيه هي كتير كمان، حلوة المفاجأة، بدنا نشكرك انت عليها، بتستاهل كل خير والله. يعني رح تضل ذكرى حلوة معنا ورح تضلها هيك ببيوتنا. وشكرا كتير على هالشيء الحلو الله يسلمك، انت اللي بالواقع حبيت اجمل تقدمنا بكثير، اياه بس اليوم. انا حاولت اني يعني اقرب شوي من الجمال يعني. حلوة كتير، وعن جد نحن بدنا نتشكرك، بدنا نتشكر الأنامل اللي رسمت واللي عطت وقت أيضا لهيدي الرسمة. ممكن نستثمر أي شيء نحن من الطبيعة لنعمل فيه، خلينا نشوفها، لنعمل فيه شيء حي، لوحة، شيء ممكن يعطي جمالية بالمكان، مانو جامد. تمام، بدنا نتشكرك شو كتير. حلوة شكرا كمان كتير. لوحة سالي، يعني شغل مميز عن جد. أكيد شغل مميز وحلو. ننتقل للحلو الأمور. هلا كنت عم بسأله مين حط لك البابيون الصباح، قال لي بابا. فأنيق ومرتب وحلو، كيفك؟ شو بدك تحكي لنا اليوم؟ أنت بابا بيرسم على الخشب وأنت بتشوفه شو عم يعمل، بتتعلم منه الشغلات الحلوة. أنت بتمثل؟ علي صوتك شوي، بدك تعلي صوتك، نحن قاعدين عم نحكي مع بعض. ايه؟ الممثل شو بده يكون؟ جريء. شو مثلت؟ احكي لنا هيك عن الاسم. الاشي ولد صغير اسمه شعبان، ومثلت دور ولد صغير اسمه شعبان. قديش عمرك؟ قد ايه عمرك مؤيد؟ 6 سنين. 6 سنين. 6 سنين، ان شاء الله العمر كله. فينا يقوم مؤيد من على الكرسي؟ قوم وقف، استنى بس معلش نعطيه هاي معلش، وخلينا نشوف مؤيد كيف بده يأدي لنا التمثيل. عطينا كيف مثلت، وقف وقف، احمل هاي بإيدك. تمام أمورك. تمام، احكي لي أنا وسلمى هلا كيف مثلت أنت، مين شعبان وكيف مثلت، وليش اخترت دور شعبان، شو بيعمل شعبان، هو طفل مثلك، هو من عائلة كمان فنان، احكي لنا يلا أنا ناطرتك.
لا تخجل احكي عن الدور اللي انت وقفت بدك تحكي. يلا مين كان مخرج معك؟ ايش عملت؟ مين كان مخرج؟ لا هيك اذا ما بدنا نحكي ما رح نتفق، ما رح نشرب عصير. يقيل. يقيل؟ ايه. طيب شو كان شعبان شو بيعمل بالدور اللي مثلته؟ له طفل صغير خجلان. معناتها رح نرجع نقعد بس هيك يفك الخجل، بدك تقوم وتورجيني كيف بتمثل. تمام. يعني سلمى عن جد الاطفال جدا هيك خلينا نقول بيخجلوا باوقات ما مناسبه للخجل، بس بالبيت ما في ما في. الله يخلي لك يا رب. خلينا نحكي اكثر كمان عن دوره، شو كان دوره، تحكي لنا شوي عن التجربه الفنيه اللي خاضه هو بهالعمر الصغير. هلا هو بالبيت طبعا عنده هيك حاله العفويه والتمثيل، يعني مره شفته بالبيت عم يغني، ومره شفت البيت مكركب فرحت ولك عامل من شكل سياره، يعني كان عنده ناحيه ابداعيه بحب يقلد الاشخاص. ففي المخرج يقين حب انه يعمل فيلم اسمه حبر، فاختاروا لمؤيد على عفوته، يعني دور بسيط يعني ظهر فيه، وكان هو مثل المولد او الطاقه للكادر يعني. بس هلا على الخجل وعلى الكاميرا في رهبه اكيد. لا عادي يخجل على الكاميرا، بس نحن هلا يعني خلص نحن فكينا حاجز الخجل. احكي لنا ايضا وقت انت ترسم او مثلا تقعد هيك على رواق وتبلش شغلك، بيكون بيرافقك بيتفرج عليك بيسال كثير بابا شو عم تعمل وليش عم نعمل نحن هيك؟ لما بلش مثلا بالرسمه او بالحلق بالعكس بستعين فيه، بخلي بابا لانه هي انفه مثلا ما حلو، هي هي ما حلوه، فانا بستعين بارائه. حتى اخواته بيساعدوني انه بتقييم اللوحه انه حلوه لا ما حلوه. حلو كثير. نعم اكيد. طيب خلينا نحكي اكثر عن حضرتك، يعني اليوم قلت هي الموهبه بلشت فيها من وقت كورونا وبلشتوا القعده بالبيت، بلشت تطلع الافكار، لكن سابقا كنت تشتغل شيء له علاقه كمان بالرسم او بالهي، ولا بلشت الموهبه فورا معك من فتره قريبه؟ والله هو من زمان انه انا بحب موضوع الخشب. الديكور عندي بالبيت عباره عن كله خشب، اي قطعه خشب مميزه يجيبها انه اشتغل عليها. اعمل مثلا خريطه من الغراء واطباق البيض، اعمل فيها شكل اراجيل على شكل لحاء الخشب. بس مع الايام حسيت انه ما في تميز لانه في كثير ناس عم تشتغل هالشيء هذا. فحبيت اني اضيف شيء مميز انه في ناحيه ابداعيه. طبعا البدايه كانت كثير صعبه لانه هي بدها ممارسه ومهاره، يعني ما في مجال الخطأ، أي خطأ فتعتبر إنه اللوحة تشوهت. فمع الأيام يعني صار لي تقريبا شيء سنتين أنا عم حاول يوميا إني أرسم. حلو. طبعا أنا ما وصلت لناحية الإبداع، بس التقليد يعني حتى التقليد إنه يعتبر من ناحية مقبولة يعني نوعا ما. نعم. يمكن دائما بيقول الإنسان إنه العيلة الفنية بتورث الفن، بتورث الابداع. تماما. خلينا نحكي عن والد حضرتك، نحكي عن هذا الموضوع، ننوه عليه هيك منك نعرف تفاصيل. هو الوالد بالاساس يعني مدرس لغه عربيه وعنده هوايه الخط العربي ورسام. انا كنت اتدرب على الخط العربي، بس مهما تدربت اني صعب جدا اني اوصل لمرحلته. بعد عمر كبير 40 سنه بلش يكتشف عندي انه ليش ما بتكمل انه مثلا بموضوع الحرف، فصار يخطط لي الخط الثلث او خط الديواني، لانه بالفوتوشوب او البرامج الحاسب ما بيعطيك جماليه الخط أكيد. العربي. فصار يجرب لوحات بالخط الثلث والخط الديواني، وطبعا انبسط فيها كثير وصار يشجعني على الموضوع. والله طولنا بعمره انه يعني آمين. تعبه ووراثته ما راحت يعني اكيد اكيد الله يطول بعمره. خلينا نحكي عن تاثير طبعا هي المهنه والموهبه على العائله والاولاد، قديش تاثرت حسيت تغير شوي بنمط حياتك من وقت ما بلشت؟ لا طبعا، لانه انا مهما اعطيت نصائح لاولادي انه مثلا درسوا اشتغلوا مثلا مارسوا الرياضه مارسوا الرسم بيضل نوع من الحكي، فقد الشيء لا يعطيه. صح. فانا هلا لما الحمد لله وصلت هلا
مثلا لقاءات بالاخباريه او بالتلفزيون. اهلا وسهلا واجبنا. الله يسلمك يا رب. فاولادي عمي شوفوا حالهم فيني، فانه هذا عم يشجعوا بالرياضه بالرسم بالدراسه. بتحكي عم نتفرج سالي على بعض اعمال، شيء بده يكون فيه انه يبدع ويعطي وايضا يحقق شيء هو بحبه. يمكن النحت او الرسم على الخشب هو بيعطي دفى وبيعطي جماليه للبيوت، ويمكن في عالم عن جد هي تقتني الخشب فهي من عشاق الخشب، فكيف اذا كانت لوحات حيه ترسم على الخشب؟ تماما، لانه قطعة الخشب هي عبارة عن حكاية أو قصة إنه بتشوف فيها مرمية على الأرض أو بال أي مكان يعني. فلما بتجيبيها مثلا بتطلع هي مثلا من عند النجار ترسميها أو بتحرقيها للوحة، فأعطتيها مثل نوع روح وقيمة. فكتير شغلة حلوة وسعيدة إنه لما شخص عم ينبسط بهاللوحة عم يحطها بمكان عالي عنده بالبيت، وعم يحس هيك انه في نظرة رضا وسعادة انه بالشغل، انه والله انا رسمتي موجودة على الخشب يعني. نعم اكيد، يعني نحن يعني انت عم تحكي وانا عم اتفرج على اللوحات اللي موجودة عم يعرض لنا اياها المخرج بالشاشة. طبعا ما في احلى من انه الواحد يتفرج على الفن، وصباحنا لليوم كان هيك مسك الختام معك ومع لمساتك الفنية. بدنا نشكرك ونشكر أكيد مؤيد ونتمنى له التوفيق بالأيام الجاية. أنا بشكركم من كل قلبي وبفتخر أني كنت معكم هون. شكرا لكم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. بدنا نتمنى لك التوفيق النجاح، بدنا نتمنى طموحك وأحلامك كلها تتحقق. نحن بنفتخر بأي حدا عنده هالإبداع وعم يطبقه وعم يورجينا هالشغلات الحلوة. شكرا لوجودك معنا والحمد لله على سلامتك مؤيد. شكرا لك لانك اجيت اليوم وشفنا هالوجه الحلو. نتمنى لك ايضا تكون مشروع ممثل ناجح، بس يعني نحكي شوي. شكرا لكم. شكرا لهون سالي، بنكون وصلنا لختام صباحنا غير لليوم. نتمنى لكم كل الصحه والتوفيق، ترافق دربكم وجمعه مباركه، ويا رب امانينا دائما محققه والبسمه موجوده بنهارنا، ونكون نحن كمان من صناع هي البسمه ولو بشيء بسيط وضيوف خفاف لطاف على بيوتكم.